كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. لدعم الضحايا ديال الطرد التعسفي، ضحايا ديال سوء المعاملة، عندنا وقفة مشدودة كنعبروا فيها على التضامن ديالنا مع الزميلات ديالنا أمال الهيشو، سميرة سعودي، عيد الكراوي. هذه وقفة احتجاجية، حضارية أو سلمية، نحضروا في هذه الوقفة الرمزية تضامنا مع زميلات لنا توبعوا بخيانة الأمانة والسرقة ظلما وعدوانا من طرف هذه الصيدلانية الظالمة التي عرضت 7 ديال المستخدمين ديالها اللي خدموا عندها كاملين، تبعتهم بتهم رخيصة هي خيانة الأمانة والسرقة. فقط ملي كيطالبوا بالحق ديالهم في الزيادة في الأجور، الحق ديالهم في التصريح في الضمان الاجتماعي، الحق ديالهم فالتغطية الصحية، بدل ما تعطيهم حقهم كتهددهم بالسرقة وخيانة الأمانة ومتابعة القضائية. 7 ديال الزملاء اللي خدموا في هذا الفارماسي كلهم دازوا للمحكمة، وهاد السيدة العمر ديال الحلان ديالها لم يتجاوز 8 سنوات. السيدة يلا حلت دوزت 7 القضايا، يلا 7 سنين هذه باش حلت، 8 سنين باش حلت، 7 ديال المتابعات قضائية. جميع من يطالب حقه في هذه الصيدلية يتعرض للمساءلة. قلنا بغينا نوقفوا هنا باش توقف عند حدها، بغينا نوقفوا هنا باش يعرف الجميع أن المساعد الصيدلي لم يعد ذلك الفرد الحيط قصير اللي ممكن أنك تجاوز الحقوق ديالو، وإلا ما بغاش يكون عبد تديه للحبس وتتبعوا في القضاء. جيت باش نضامن مع اختي امل، لان باش ما تكونش حتى هي باش كاملين نوقفوا وقفه رجل واحد، وكذلك نضامن مع اختي هند لان جات مورايا، المتهمه الثانيه اللي جات مورايا. انا خدمت مع هاد الصيدلانيه مده ديال 5 سنين، وفاش جا الكونفينمون وطلبت بعض الحقوق ديالي حاولت انني تتهمني بنفس التهمه المعهوده اللي كتهم بها جميع ديال المواد المساعدات الصيدليه. الوغ كان هذا الكونفينمون، وفاش طلبت منها توصلني مع انها كانت 4 سنين وهي كتديني وتجيبني، وكان هذا اتفاق بيناتنا. ونهار هذاك باش غتعمل لي الدار التعسفي باش غتوصلني من العمل رفضت انها توصلني. ملي تشبت انا بالحق ديالي لا غد ليه، مشات قيدت بها دعوه ديال السب والشتم باش انها تاخذ لي الحقوق ديالي. ملي عملت انا دعوه ديال باش نرد الحقوق ديالي وناخذ الحق ديالي، اتهمتني من بعدها بشهرين بخيانه الامانه. الحمد لله خديت البراءه ديالي، ولكن مع ذلك اتهمت الاخت هند مورايا. علاش؟ لان الاخت هند ضمنت معايا وشهدت شهاده الحق، مع ان ماشي هند بوحدها اللي شهدت، شهدوا 3 ديال المساعدات معايا، هند وهاجر وصهيب، كاملين خدموا معايا وكاملين شهدوا. وهي اتهمت هند بالخيانه، مع ان هند غادرت المكان العمل في 2018، ومع ذلك هي صمت باش انها تدعي هند. علاش؟ باش ننتقم منها. علاش؟ انا ربحت الدعوه، فهمتي؟ عملت لها شهاده الزور وعملت لها خيانه الامانه، فهمتي؟ وهند شهدت باللي ان داكشي اللي كاين، وشهدت بالفتره اللي خدمت معايا، يعني هي شهدتي من بعد 2018، شهدت بالفتره اللي خدمت معايا من 2015 ل 2018.